صباح الخير يا حبايب قلبي، صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح الحب. أنا أول ما صحيت من النوم غسلت الغسيل بتاعي ونشرته زي ما احنا شايفين، وفي غسيل تاني شلته وعايز يتطبق. هقعد أطبقه كده واحدة واحدة مع نفسي. غسيل كتير عايز يتطبق، هطبقه كمان واحدة واحدة كده. وبعد كده قعدت ألعب مع سولي وقعدت أكله اللب بتاعه اللي بيحبه زي ما احنا شايفين، بيحب اللب ده جدا جدا. قعدت اكله بقى هو فرحان قوي، هو بياكله من ايدي. انا الاول كنت بخاف منه قوي، دلوقتي ما بقتش اخاف منه خالص، هو بياكل من ايدي اهو، مش خايفه خالص منه. اتعودت عليه، عامل بهجه والله في البيت جامده قوي. بحس ان هو يعني بقى فرد من افراد الاسره. هو عمال بقى ياكل فرحان ومستعجل قوي، اذا يكون حد بيجري وراه مش عارفه في ايه. خلص بقى اللب كله، تعالي كمية عشان مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه ادوس في ايه ولا اعمل ايه. بيحب اللب قوي، بياكل برضو لسه، كل ده برضو لسه بياكل، فرحان بيه اهو. تخلص بقى الكمية كلها، قرب يخلص اهو. كل ده لسه بياكل، مستمر لسه، وعمال ياكل ياكل ياكل، وقع في الارض ياكل تاني. بعد كده بقى خلصت مع سولي، دخلت بقى المطبخ عشان اعمل بابا غنوج اهو. حطيته على النار البتنجان، وبحطه على الصينيه من فوق على البوتاجاز من فوق. وكنت هعمل جنب بابا غنوج هعمل سمك، كنت مفوزة في التلاجة، كنت جايباه قبلها بيوم يعني، وحطيته في الفريزر وعملته تاني يوم. بس هنشوف مع بعض بقى دلوقتي. فانا حطيت بقى البتنجان على النار وسبته مده كبيره، فكان هيولع، كان مسك في الفوم، النار مسكت في الفوم. انا ما خدتش بالي، كنت بعمل حاجه بره، فجيت لقيت المطبخ بقى مليان دخان وكده، وكانت البيت كله هيولع. فالحمد لله يعني جت سليمه يعني. قعدت بقى اطفي ورق الفويل دوت وكده. بعد كده بقى جبت بقى فلفل وثوم وليمون، وهضربهم بقى في الكبة دول. دي الخلطة اللي هعمل بيها السمك، بتبقى حلوة قوي، طعمها جميل، بتخلي السمك ريحته حلوة قوي، جميل قوي. خلصت هي الكمية وضربتها في الكبة زي ما احنا شايفين. هتبل بقى بيها السمك. السمك بالطريقه دي طعمه حلو جدا جدا، وريحته حلوه قوي قوي، جربيها هتعجبك. ممكن كمان لو عايزه تعملي سمك صينيه برضو بالطريقه دي بتبقى حلوه قوي، مع جميع انواع السمك بتبقى حلوه. بتحطي بقى معاها معلقه خل، معلقه كمون، معلقه ملح، معلقه بهارات سمك، وكمون اساسي طبعا، والثوم، الثوم ده طبعا اساسي جدا. هو عملت الكميه كلها بقى اقول لكم. تبلت بقى السمك بيها وحطيته في الدقيق، وسبته شويه في التلاجة بقى كده ياخد ويدي كده معاه يعني. سبته مده عشان كل ما تسيبي السمك في التتبيله اكتر بيبقى حلو قوي، بيدي طعم حلو قوي. هي تبلت الكمية كلها وعملتها كلها بالدقيق. بعد كده بقى هبتدي اقليها على النار، وبحب قوي اقطع السمك كده قطع كده علشان يستوي بسرعة، ما يبقاش ني من جوه او كده يعني، ده بيساعد ان هو يبقى يستوي اكتر يعني بسرعة. وانا خلصت السمك اهو، قليته
اهو اتغدينا، عملت كذا حاجة في اليوم دوت، غسيل واكل وبابا غنوج وعملت كذا حاجة. بعد بقى ما خلصت وقلت اعمل كوباية بقى نسكافيه ليا بقى، جبت المج ده، بحب المج ده قوي، والقطاعة دي حلوة قوي برضو. القطاعة دي ممكن تستعمليها صينية، ممكن يعني كده تستعمليها كذا حاجة. حطيت بقى نسكافيه وحطيت السكر بتاعي، ما بحبش سكر كتير، معلقة سكر او معلقة ونص بكتير قوي يعني، بحاول اقلل السكر. وحطيت معاه بقى لبن، لبن ساقع كده وحبة صغيرة لحد ما ادوب النسكافيه. بس انا طبعا مش هملى الكميه دي كلها يعني، المج مش قوي كده، بس انا بحب الشاي بلبن اكتر بقى يعني، بملى الكميه دي كلها شاي بلبن الصبح برضو، في المج ده بحبه قوي. وبسخن، هسخن بقى اللبن على النار اهو، بوريه لكم. هسخن بقى اللبن، هحطه بقى مع كميه النسكافيه اللي انا عاملاها، وتخلصي بقى حاجتك كده، تقعدي بقى كده تشربي بقى كوباية نسكافيه كده على روقان. اهو اللبن سخن بقى حطيته اهو الكمية دي، وقعدت اشرب بقى النسكافيه بتاعي كده على روقان. لما خلصت حاجتي كنت مبسوطة جدا. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو اشتراك ولايك وتفعيل زر الجرس عشان يصلي كل جديد. يا رب الفيديو يعجبكم ان شاء الله، وما تنسوش بقى الاشتراك في القناة ولايكات كتير 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 عشان تشجعوني، وتقولي رأيكم ايه في الفيديو. لو عجبكم الفيديو قولولي بقى رأيكم في كومنتات تحت. باي باي.